البرازيلي رودريغيز من الناحيه الاداريه والقانونيه مؤهل، معناتها اوراقه جات من الفريق نتاعو من الجامعه البرازيليه، يبقى فقط فسخ عقد بن عياد او شراره او زوز في الفتره القادمه. دونك ننتظروا انه الفريق يلقى حل مع شراره وبن عياد للفسخ او زوز لاعبين كيف فما امكانيه لتاهيل رودريغيز. المؤكد انه رودريغيز ماهوش باش يكون موجود في زوز مقابلات تاع الدور التمهيدي كاس رابطه الابطال الافريقيه ضد الفريق البوركيني، لكن اكيد من هنا 30 سبتمبر تاريخ اخر اجل الميركاتو رودريغيز بحول الله ان شاء الله باش يكون رئيس النادي حارس كل حرص على تاهيل اللاعب هذا اللي باش يمثل حل هجومي مهم مع عوده بن حموده اللي باش يكون حاضر في الفتره القادمه. الى حد الان الحقيقه ما ثماش تقدم واضح، ما ثماش تقدم ملموس، اللاعبين متعنتين رغم طرح بعض الحلول من اداره الترجي الرياضي التونسي. دونك رئيس النادي يحاول الحقيقه ايجاد حلول ماديه وماليه مع زوز لاعبين هذوما، قاعدين نحاولوا الحقيقه اقناع واحد منهم انه يفسخ، انه نلقاو صيغه لفسخ العقد تساعد الترجي الرياضي التونسي، ساعدنا نحن وتساعد كذلك اللاعب. ان شاء الله في الايام القادمه نصور انه نوصلوا حل مع واحد من اللاعبين هذوما وربما مع الزوز. كل ما كان شراره في بدنيا حاضر كل ما اخذ فرصه في الترجي الرياضي التونسي، لان الامكانيات الفنيه للاعب هذا ما ينجم يشك فيها حد، شفناه في المقابلات اللي كان حاضر فيها، اعطى الاضافه وكان من ابرز اللاعبين في الترجي الرياضي التونسي. تسني على الناحيه الطبيه هنا الحقيقه ما نجمش نكون معاك جازم انه، لكن الاكيد انه ربما اللاعب هذا نسق اللي كان يلعب فيه في الاردن واللي يلعب فيه ربما زاد، لانه اللاعب هذا يتعدى في قطر، لعب في السيليه القطري، لعب في الاهلي الليبي، ربما تعرف انت النسق هنا في الترجي الرياضي التونسي، حتى نسق التدريبات قد يضاهي ساعات نسق تاع مقابلات. دونك يبدو انه اللاعب هذا محمد ابو زريق شراره من الناحيه البدنيه اكيد عنده بعض المشاكل البدنيه، كما قلت لك طبيا ما نجمش نلزم انه اللاعب الحقيقه عنده اصابه ربما اللي قاعده تتعاود، لكن بصراحه ما نجمش اليوم اللاعب بالامور الصحيه هذه انه كل يلعب ثلاثه او اربع مقابلات ثم يغيب لمده شهر ونصف او شهرين. لاعب في الترجي، الترجي تحب اللاعب الحاضر، الترجي غدوه عنده رابطه الابطال، عنده سوبر ليج، عنده مقابلات مهمه، معناتها لازم اللاعبين وخاصه الاجانب يكونوا حاضرين 100%. كي تشوف انت اليوم الدخول نتاع يان ساس اللي رغم عنده مده ما لعبش، شفت المردود نتاعه، وتشوف حسام الدين غشه المردود نتاعو مع تقريبا كان حاضر وجاهز بدنيا في كل مقابلات. هذوما اللاعبين الحقيقه اللي احنا حشنا بهم في الفتره هذه لتقديم الاضافه للترجي. تصير او تصير هذه في كره القدم، راهو فما لاعبين في حتى في انديه كبيره في اوروبا انه بدنيا ما يتاقلمش مع النادي اللي انضم له، انه عنده مشاكل بدنيه، عنده مشاكل صحيه، تنجم تصير معناتها في كره القدم تنجم تصير، ما هو سي با لا فان دو موند، ماهيش كارثه. لكن اليوم الترجي مطالب بالتعامل مع الوضعيه نتاع محمد ابو زريك شراله، لازم يلقى حل، لانه كما قلت لك اليوم الترجي حشته بلاعبين حاضرين لتقديم الاضافه جاهزين من الناحيه البدنيه، وعادي كما قلت لك تصير حتى في اكبر النوادي انه لاعب ما يتقلمش ربما مع نسق الفريق، انه ربما اصابه اللي تتعاود له، دونك هذايا تصير. دونك الترجي لازم هنا خاصه كما قلت لك اليوم من الناحيه الاداريه يعرف كيفاش يتعامل، ولازمنا نعرفوا كيفاش نقنعوا اكيد محمد ابو زريك شراله انه نلقاو مع حل ربما لفسخ العقد، او كذلك بن عياد نفس الحاله. نذكروا بن عياد اربطه متقاطعه منذ شهر مارس تقريبا او ابريل، اليوم كيف كيف ان شاء الله رئيس النادي حارس، وان شاء الله نلقاو حل مع اللاعب هذا في معناتها فتره صغيره باش اللاعب البرازيلي زاد يتاهل ويدخل في المسابقات. اكيد كما قلت لك مش مؤهل افريقيا، مؤهل وطنيا، ويبدا يلعب في مقابلات الرابطه المحترفه. اليوم رئيس النادي ومعه طارق ثابت، اكيد معهم ناس قاعده تخدم، ناس قاعده تلوج، ناس اكيد هذا طارق ثابت هو من مشمولاته انه يعطي الناس اللي تخدم معه في الفتره القادمه، وتصور ربما تكون في الفتره القادمه نقطة صحفية، وانه يخرج طارق ثابت يعطي مزيد التفاصيل. نتصور بعد الميركاتو طارق ثابت اكيد باش يعطي مزيد من التفاصيل على كيفاه صارت عملية الميركاتو في الترجي الرياضي التونسي، لكن صارت اليوم خدمة، صارت عديد من الانتدابات، الترجي انتدب تقريبا
افضل اللاعبين الموجودين في الرابطه المحترفه الاولى، بعض الانتدابات الاجنبيه اللي هنا شفنا حسام الدين غشه قاعد يعطي في الاضافه، ينساس بدا ورا، اكيد ما نجموش نحكموا على لاعب في مقابله، لكن ان شاء الله في الفتره القادمه اكيد يزيد يعطينا الاضافه اكثر. اي بالارقام بالارقام ما تقعد مقابله برك، ما نحكموش على ملاعب اكيد على مقابله برك، العديد من اللاعبين اللي في المقابلات الاولى قدموا مردود كبير ثم تراجع المردود نتاعهم. هذا هو بالنسبه للانتدابات. دونك مع تجديد عقد غيلان الشعلاني تقريبا يقعدش ربما انتداب في الفتره القادمه، اكيد انه كل ما كان فرصه نتاع انه الهيئه المديره السيد حمدي المندب يقويوا الفريق اكيد باش تكون معناتها فما محاوله ورغبه كبيره لتقويه الفريق في الفتره القادمه، نذكر ينافس على عديد المستويات. هذا يعرضوا طلب، عرضوا طلب لاعب نهايه عقد اكيد باش تكون عنده بعض العروض الاجنبيه خاصه، وغيلان اليوم عمره 29 سنه اكيد من حقه زاد يخمم في مستقبله ويضمن مستقبله. هذا المتداول اللي سمعنا به الحقيقه، سمعنا انه فما الكويت فما السعوديه، دونك وصلت عروض، لكن الحقيقه برافو للهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي، برافو لغيلان الشعلالي كيف كيف اللي لقاو حل في الاخير، وغيلان يبقى ولد الترجي واحد من ابرز لاعبين الترجي قائد الترجي، واكيد ان شاء الله كما قلت لك في البدايه غيلان ان شاء الله يسترجع مستواه وباش يكون اضافه كبيره بالنسبه لنادينا في الفتره القادمه. مالكوم الحميدي لاعب السابق لكليرمون نهايه عقد توا ما عندوش عقد مع حتى فريق، كان فما ربما جس نبض لكن توا ما فماش حتى مفاوضات رسميه مع اللاعبين. هيثم جويني اكيد فما رغبه من الهيئه المديره، رغبه منا من الترجي الرياضي التونسي لضم هيثم الجويني، الترجي الرياضي تقدمت بعرض للاعب عرض اولي وللملعب التونسي، صارت مفاوضات كانت الامور ماشيه في اثنين صحيحه ثم صارت بعض التعطيلات. الرغبه الايامات هذه تعاودت الرغبه تاع الترجي الرياضي في ضم هيثم الجويني، تم حديث مع اللاعب تقريبا فما اتفاق، لكن اليوم يبدو انه الحقيقه معناتها انه الهيئه تاع الملعب التونسي ساعدت برشا في المبلغ نتاع هيثم الجويني، معناتها المبالغ اللي يطلب فيها الملعب التونسي، وهذا من حقه كنادي يمتلك عقد اللاعب، لكن زاد احنا كترجي الرياضي التونسي فما مبلغ معناتها مبالغ معقوله اللي ما نجمش الفريق في تقريبا في 800,000 دينار. 800,000 دينار بعد فما اتفاق اولي صار 620,000 دينار، الملعب التونسي توا طلب 800,000 دينار، قلت لك من حقه انه يطلب اكيد الملعب التونسي المبلغ اللي يحب عليه ما دام عقد اللاعب عند الفريق هذا، لكن زاد من حق الترجي الرياضي التونسي انه ربما يشوف انه الفتره هذه بالنسبه للاعب في جانفي نجم يصحح عقد مبدئي، انه المبلغ هذا مشت شويه بانتظار ربما بقيه الايامات تصير مفاوضات ربما اخرى بيننا نحن كترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي. ماهي شعبان ان شاء الله ثابت تو في مكانه على الاقل لفتره قادمه، ورئيس النادي عنده كل ثقه معناتها في معين الشعباني للفتره القادمه، مع ان شاء الله تاقلم اللاعبين اكثر، اللاعبين الجدد مجموعه تقريبا تعاودت مع انضمام غيلان الشعلاني مع تاهيل رودريغيز، اكيد انه تقييم المعين باش يكون في الفتره القادمه ان شاء الله. لا فماش الاسامي، هذه الاسامي اللي سمعتها الكل اليوم ما عندها معناتها ما تمش الاتصال بها رسميا من قبل الهيئه المديره للترجي التونسي. الحقيقه ما نتصورش شو اذا كان جاء، معناتها احنا نراو انه ان شاء الله فريقنا من خلال الانتدابات اللي صارت من خلال لاعبين موجودين جاهز رياضيا، الفريق تاعك جاهز رياضيا فماش علاش ان شاء الله باش نخافوا، معناتها اكيد باش يكونوا متواجدين باش يكونوا حاضرين ان شاء الله، وباش نسعى ان شاء الله للاسترجاع على المستوى الوطني البطوله ولعب على الثنائي البطوله والكاس، وعلى المستوى الافريقي رابطه الابطال كالعاده يكونوا موجودين على الاقل في ادوار متقدمه، ولعب كل حظوظ نتاع الفريق نتاعنا في السوبر ليج كذلك، فما مازيمبي ان شاء الله نتاهلوا كذلك، يجينا الوداد وينبا، معناتها الترجي ان شاء الله يبدا حاضر في الزوز مسابقات هذيا وفي البطوله والكاس في الفتره القادمه، فماش علاش يخاف، الخدمه العمل لازم نخدموا برشا على رواحنا، اكيد باش نخدموا برشا على رواحنا، اكيد فما وعي كبير من كل الاطراف في الترجي الرياضي التونسي
انه ان شاء الله الفريق قادر في مرحله قادمه انه يكون حاضر على كل المستويات. جمهور ترج الحقيقه عنده معناتها انتظارات، عنده متطلبات اللي هي شرعيه وشرعيه جدا، من حيث التواصل، من حيث ايصال المعلومه، من حيث الارتقاء بصوره النادي عبر شبكه التواصل الاجتماعي من خلال الصفحه الرسميه، من خلال تطبيق الترجي بلس. يعني ان شاء الله باش تعرف عده تغييرات، واللي ان شاء الله باش يكون فما حتى برنامج خاص بالترجي الرياضي التونسي باش يبث على تطبيق الترجي بلس، اللي باش كيما قلت لك ان شاء الله اللي باش تتطور نحو الافضل في الفتره القادمه. كيف كيف الصفحه الرسميه ان شاء الله باش تتطور نحو الافضل في الفتره القادمه من حيث الشكل ومن حيث المضمون. هذا واجبنا، هذا عهد صار ان شاء الله ناخذوه على رواحنا كمدير الترجي الرياضي التونسي وكقسم الاعلام في الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله يا ربي في فتره قادمه يلقاو حاجه اللي تليق بمستوى الفريق، بمستوى النادي، وبمستوى الجماهير الكبيره للترجي الرياضي التونسي.